والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما هي فضيلة من صام يوم عرفة؟ من صام يوم عرفة له أجر عظيم. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله يكفر بصوم يوم عرفة السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، يعني بشرط اجتناب الكبائر كما بينه الأحاديث الأخرى. نعم. أيوة بارك الله.